سكت روحي ويا ما ندها القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والغاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا نقول الله لا لا ولا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم على قول رئيس شرطة القدس الشريف عم يقول بعد التحقيق مع أصحاب السوابق تبين بأنه أخونا أبو طالب غير موجود بمدينة القدس الشريف يا جماعة يا لطيف لك وينه؟ لك طالما انخطف بالقدس الشريف وين بدك يكون يعني؟ لعب؟ هلأ رئيس شرطة القدس الشريف متأكد من كلامه؟ من ساعتها عفتوا كل أصحاب السوابق وحققوا معه وتبينوا الكلام هذا اللي عم يقلكن يعني عقدت سيرة يا جماعة حسبنا الله ونعم الوكيل والعمل يا جماعة العمل انت برأيك شو الحل؟ يا جماعة هي السيرة بدها صفنة حسبي الله ونعم الوكيل يا رب يا ما بدك كل هالعصبية محلولة إن شاء الله هات الميات معك عنك سيدي عنا يلا ما تاكل عبيلها مي يلا هات عنك ديات عنك هلا هي كل قصة أبو حميد دير بالك سيدي ليش هي قصة قليلة سيد حسان لك لا ما أنا قليلة بس أنت معقدها زيادة سيد حسان أنا ما بقدر اسم حالي اسمين بين الشام ومصر أمي صفيانة بالشام لحالة هي معك حق بس الموضوع بإيدك كيف بإيدي؟ كيف بإيدي وقلبي بمصر؟ وأهلي وناسي وأحبابي وخلاني كلياتهم بالشام؟
بيلتقى لحلا ابو حميد. انا من رجعتي على مصر اذا بتسمح لي التقي بخطيبتك شوي، بركي بقدر بقنعها تيجي تعيش هون معك بالشام. ما رح تستفيد شيء، صار لي اكثر من سنه عم حاول اقنعها. عبس اوف، ليش رافضة الفكره؟ على اولى انه اهلها وناسها بمصر. مزبوط، معها حق بهي. بتحبها كثير، معناتها هي لازم نلاقي لها حل. كيف؟ انت لا تفكر فيها، اترك هذا الموضوع على الله ثم علي، انا بحلل لك اياها. الله وايدك. روينا ابو حميد، عم نقول لك من هلا لنرجع لمصر بحل الحلال، شو بك؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. روي. وكمان انت لا تكبرها كثير سيد محمد، خذ بنت شاميه وريح مخك. برافو عليك ابو يحيى، كمان هذا حلها. شو اخذ وحده شاميه؟ يا جماعه عم قلكم بحبها، بحبها. وكمان البنت الشامية راح تحبها، سأل مجرب ولا تسأل حكيم. الله عليك يا أبو يحيى، والله كلامك درر. لك يا الحارة، يا الحارة شرفوا أسيادنا. شرفوا احكوا بشرونا. احكوا يا عمي احكوا، والله شلشتونا. يرحم امواتكم تحكوا. خبرونا شو صار. كرمال الله احكوا شي برد لنا قلبنا يا جماعه. كنوا اهدوا الله يرضى عليكم، شنوا بصلاه الفجر حكينا معكم. نعم، ورح نعيد نفس الكلام. تيسروا انتوا لاشغالكم واعمالكم واتركوا الامور على رب العالمين ثم علينا. يا رب. شرفي يا سيدي. لا اله الا الله. اي لا، هي الحاله ما عاد ينسكت عنها بنوب يا شباب. الحمام بحمي، هي الحاله ما عاد ينسكت عنها بنوب يا شباب. يعني شو نعمل؟ شو بدنا نساوي؟ طولوا بالكم، طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم. بعد بتعرف لك حسن؟ شو؟ حاسس في إنا بالموضوع. شو قصدك يعني في إنا؟ يعني لهلا ما بين ضوء عن الزعيم أبو طالب. والله مزبوط كلامك يا بدر الدين، أقسم بالله ما عاد إلي نفس إني أشتغل. لا حول ولا قوة إلا بالله. والعمل يا أسيادنا؟ العمل؟ والله يا أبي تعقدت السيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما في عنا غير اقتراح ممدوح أفندي، يرجع يطلب من قائد شرطة القدس الشريف التحري من جديد عن الموضوع. لكان معقول نقدر نقعد لسه نستنى اكثر من هيك؟ يا اخي ما في حل ثاني. شبك مزبوط يا ابني، ما في حل ثاني بين ايدينا. الموضوع في لغز يا اخوان. لغز؟ يقول الغاز وسيار وحكايات، اسالني الي ولا هو. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. لا وبعدين بلوا ريقكم بهالدمعة. العمر الطويل. صحتين. وانا يسلموا. شريف يسلموا. تفضل شيخي. شفتي ليها الصالحة يا أم حسن؟ عين الله عليها شو حلوة، وفتلة راكزي هيك بتجنن. بنات أبو طالب الله يرده بالسلامة، كله راكزين وراتبين. اختلفنا على الحكي، بس أنا قصدت صالحة. آخ لو تلين دماغها وتتجوز. الله يهدي باله ويصلحها يا حق. آمين يا رب. خطي مثل النقطة بالمصحف، مو حرام يضل بلا جواز وبلا خلفة. الله يجعله من نصيب ابني حسن يا قادر يا كريم. يعني هي لو وافقت على حدا ما بتعرفي نصيب مين بتطلع. يا رب، هي تاني يوم ولا نعرف شي عن ابي ولا مين ورا هالسيره. يبعث لي حمى عليك، نحن قاعدين وعم نتصفن ببعض وانت ما بنعرف لا وينك ولا شو صاير فيك.
شوفوا مين يا بنات. بإذن الله يا أختي أبو طالب رح يرجع سالم مسلم وعن قريب إن شاء الله. إن شاء الله بتقبري قلبي. الله يسمح منك، الله يسمح منك. الله كريم يا أم طالب. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا زيد، تفضل بيت أبو طالب. وعليكم السلام. الله يبارك فيكم. إن شاء الله إلهي ما نجيكم بردي. يا ميت أهلين وسهلين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شبنا ابو حميد، قلت لك روي، بمجرد ما رجعنا على مصر اول شغله رح حلها هي هي. قلت لك يا نقيب حسان، القصه كثير معقده. يا اخي معقده ولا مو معقده، تريك هذا الموضوع علي، انت لا بقى تفكر فيه. افرح بعضك سيد محمد، طالما سياده النقيب رح يتدخل بقصتك. يا سيدي الله يسامح منكم، واذا زبطت القصه الكل علي حلوان لا قبله ولا بعده. وعد؟ عيب عمي يحيى. يلا يا رب. جاهز ابو يحيى؟ جاهز. شرف سيدي. تفضل استاذ محمد. شرف. يلا يا رب ان شاء الله ما تطفي معنا بس. ها يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا عمي ابو مصغر، شرف. شرف عمي، شرف. شرف ارتاح عمي، شرف. قبل ما ارتاح وما بعرف شو، وينكم لك عمي وينكم؟ من ثلاث ايام مو مبينين. شي فهموني شو السيرة؟ لك عمي بضاعتكم صارت عندي بالخان وجنابكم مسألين. عمي ابو مصغر صاير معنا فصل، شالشنا شلش وشاغل بالنا. خير لك عمي خير؟ بدر الدين مور، خذ العرباية وروح لمحل عمك ابو مظهر، ورد البضاعة من عنده. بأمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير لك عمي؟ طاش حجري. خدني بحلمك عمي ابو مظهر، خدني بحلمك كرامي لله. حسن فوت لجوا فضي له محل البضاعة. تكرم عينك. شرف عمي، شرف لحكي لك شو صاير معنا. تفضل لك عمي، تفضل. حسن دير بالك على الخان. لا توصي حريص. مريم يا خالتي، مريم وينكم يا جماعة؟ يلا يلا فوت ابو يحيى فوت، الظاهر ما في حدا بالبيت. شو هالحكي؟ مثل ما عامل لك غالبا بيكونوا ببيت حماية، نط على البيت جيبهم. ايه شو علي؟ وراح ادخل السيد محمد شنو وعدناه يتغدى عنا، وبتروق خاطره هيك بكلمتين حلوين قبل ما يشوف والدته. خليه يفهم. يلا. شرف شرف سيد محمد. تفضل ابو حميد. يا ميت اهلا وسهلا، شرفت. شرف والله ما في داعي للغدا يا جماعه. بدك تحكي مع النقيب حسان، شنو هو صاحب فكره الغدا. مزبوط هذا الحكي. شرف تفضل. خاطركم. الله معك يا اخي، الله معك. يعني فكرك اذا تغديت رح روح وانسى. انا ما قصدت بموضوع الغداء انه انت رح تنسى مشكلتك يا ابو حميد، بس قلت لحالي بناخذ ونعطي، بنجرب نلاقي حلول، وبنفس الوقت ما بدي اياك تروح على بيتك وتفوت على والدتك وانت عابس بهي الطريقه. طيب تفضل نورني. خطيبتك المصريه كاتب كتابك عليها شيء؟ لا يعني لحد هلا حكي. معناتها ما في قدامها غير انك تهددها. هددها؟ اذا ما رضيت تيجي لهون لعندك على الشام، بتروح بتخطب تتجوز وحده شاميه على رأي ورغبه امك. ايوه.
بكل الأحوال هذا مجرد اقتراح، أنت فكر فيه وشاور عقلك. طيب، بحال عنا ديت؟ هلا بحال عنا ديت، بيصير في إلنا كلام تاني. يا سيدي، الله ويدك. عن إذنك أعمل كاستين شاي لبين ما تجي خالتي ومريم. نعم. شو هالحكي لك عمي؟ ايه والله يا عمي، بمظهر هاد اللي صار معنا. يعني هاد كان سبب غيابكم كل هالمدة؟ ايه نعم. اذا هيك السيرة معكم حق لك عمي. تصدق بالله عمي بمظهر، من يوم ما صارت معنا هالقصة ونحن مشلوشين شلش ومو عارفانين شو نعمل. لك هاد الزعيم ابو طالب. والله مو خبرية بنوب خطيفة ابو طالب. لك هذا طلال نسيب الزعيم. يا الله، اجت على رجليها. اسم انه موجود لناخذ ونعطي معه ونتقرب منه عقبال ما نتقرب من يلي ببالي. لك اهلين طلال، لك زارتنا البركة والله. اهلين عمي يا بلا معي، شرف عمي. لك اهلين وسهلين. زينو حاضر. تعال قلك تعال. اهلين عمي طلال. اهلين يا عمي زينو. مرني يا بلا معي. صلح الشاي. ايه ايه لعيونك. تعال قلك اسألوا لطلال، بركي بياخذ له نفس تنباك. شنو صهري زينو، شو عنده تنباكات؟ ارفع شوفك. لا عمي لا، ما بدي تنباك، اسلموا لي. لا سيدي، بدك تشرب ارجيلي. عم اقول لك عنده تنباك فلفل وقرنفل. يا ابو لمعي، عم بيقول لك طلال ما بده ارجيلي. رح صلح لك الشاي. ايه عمي ايه، ما بدي ارجيلي. الله يسلم الايدين يا زينو. طيب روح جيب شاي. لك اتحرك. ايه عمي طلال، مالك علي يمين؟ مستعد احرق لك الارض بالطول وبالعرض لاعرف لك وين اراضي الزعيم. بعرف يا عمي ابو لمعي انك قد وقدود، بس مو لازم بالاول نعرف مين اولاد الحرام اللي عاملين هالفعله الخسيسه هاي، بعدين بنحرق الارض فيهم. مزبوط عم تحكي، مزبوط. طمنا صباح افندي. ان شاء الله. يعني ان شاء الله بين معكم شيء صباح افندي. نحن ما لنا ساكنين على الموضوع. بلاو، مع السلامه. سلام الله. لك زينة، وين الشاي يا زينة؟ لك أهلين عمي طلال. أهلا وسهلا أبي أبو حميد. بس طول بالك أنت، ما في داعي تعطي القصة بعاد أكثر من اللازم. شوف يا ابو يحيى، لك الزعيم الطالب. شو بو احكي لك؟ شغله بتاخذ العقل. شوفي لك مخطوف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خير؟ شو القصة اللي سمعناها يا مريم؟ شفت يا حسان، شفت شو صار؟ يعني مزبوط انه عمي الطالب مخطوف؟ ايه نعم. طب شو القصة؟ شلون هيك صار؟ تفضلوا فوتوا، رح اخذ لكم الطريق. تفضل. يلا يلا. خالتي ام صابر عاوزتك شوي. خير خالتي؟ حسان وابنك محمد رجعوا من مصر وليكن على الباب. لك تقبري قلبي على هالخبرية، الله يطعمك زيارة النبي. بدي روح شوفه. أنا عبقول أنت خليكي وأنا بستأذن من النسوان يتضبضبوا لبينا ما يفوتوا. هيك قولتك؟ ايه أحسن. أختي مصابة، شوفي شو القصة؟ مو ابني محمد يقبر قلبي، رجع من مصر هو وفهدنا حسان. إن شاء الله بيشكر. آسيا بحبك. بعد إذن الحاضرات
بس اذا في مجال تضبطوا حالكم شوي لبين ما فوتهم على اوضه. انتظروا انتظروا حريم ان شاء الله جايتهم تكون بشارة خير يا ام طالب. يا رب امين. يا رب الحمد لله. فشو بتقول انت قبل فوز؟ ايش كان هيك؟ معك حق. لك يقبرني ربك شو محترم، ليش انا بحبك؟ اكثر شيء زعزني انه انا وياك ما انا من العضوات. فليش صباح الزفت يفوت يحكي مع مدير محطة الحجاز ومع قائد الشرطة وانا اب لمعي وقف مسبول على الابواب؟ عم تحكي درار يا ابو لمعي، درار. انا قلت لهم من الاول يا بفوتوا العضوات بيحكوا والرعية بتوقف برا يا كلياتنا منفوت. بس ليش صباح افندي دحش مناخيره وفات مع العضوات ما كنت عارف؟ بيني وبينك ايش كان عم يصير شيء من قفا ظهري ابو الفوز؟ احكيها. في ريحه يضموا صباح افندي العضوات الحاره. لا مثل ما عم اقول لك، معناتها جماعه طابخينا سوا. هيك الظاهر. لك انا ابو لمعي اللي بحكي ما بلعي، ابن هي الحاره ابن عن جد، هو ما صار له مده راجع البلد، انسب مني يكون عضو من العضوات. لا عسلامتك ابو لمعي. ولو ايه بس وحياتك يا ابو الفوز ما رأى اسكت عن هالسيره بنوب بنوب بنوب. سلامتك يا ابو لمعي على سلامتك. زينو حاضر جاي. مور ابو لمعي. الله يرضى عليك، عملنا كاستين شاي اترك عجم، وحده لي وحده لعمك ابو الفوز. اه شو بلا بكبكه عم لك، روح عمل لي كاستين شاي وصل دم لدى مخي. اه شو اسمع كلمه صارك وروح جيب له كاستين شاي. ابو شاكر انت خليك مرتاح وروح لشغلك ما دخلك. انا مرتاح وعلى اخر بسط، بس العطره علي مشغول البال والفكر. سهري روح 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 جيب لي كاستين شاي. لك الله يعذبك هالسهر لترتاح منه ومن شاياته. ايه امين يا رب. هاي شرفوا الاكابر السيد حسان سهره للزعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. حدا منكم اللي فهمنا شو القصة؟ مشان الله معناتها وصلكم الخبر. طيب كيف وشلون صار هيك يا جماعة؟ مو هذا اللي حط عقولنا بكفوفنا يا ابن الحلال؟ عجبكم شو صار بزعيمنا بغيابكم يا أولاد الحلال؟ السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام. ومن وقتها نحن ومشلوشين شلش والدنيا كلها بكبرها موسعانتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين العضوات؟ بالديوان. طيب استناني راجع لك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. رجعوا لكم يا جماعة. الله معكم. يلا السلام عليكم. الله معكم. بلكي على وشهم بيبين أبطالي. الله يسمع منك يا أبو شاكر. يا رب. زينو جيب له شاي، جيب له شاي لأبو الفوز. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. الله يبارك الله وبركاته. الله على السلامة. سيد حسان وابننا محمد. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. محمد أهلا يا حبيبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إمتى شفتوه؟ والله مشي ساعة شيخي. يا أهلين وسهلين وبها الأمة بها العين يا أهلين. عمي أبو راشد نحن جايين نفهم منكم شو صاير مع عمي أبو طالب بالضبط. ايه عجبكم على السيرة؟ طيب شو عملتوا؟ شو تصرفتوا؟ والله يا ابني يا محمد ما لنا قاعدين وعم نعمل كل جهدنا، واليوم من على بكرة الصبح أنا والشيخ بلال وصباح أفندي وطلال وكل أهالي الحارة عم نفكر بمخرج ولا تتعب. يا ريت تتركنا تروح لشغلك يا ابن معي. ايه ولك ابني ايه، روح لشغلك الله يرضى عليك، نحن قايمين بالواجب وزود. انا قلت لحالي بقدم لكم خدماتي. ولك نحن منكفي منوفي، امروا على شغلك. ما في داعي لكل يصنبع بالديوان، ليك؟ ما في مشكلة صباح افندي، ما في مشكلة. ايه تيسر على شغلك ولك ابني، الله يرضى لي عليك، ما نعرف نحكي. بس انا يا جماعة عمي الله يرضى عليك، تيسر انت لشغلك واتركنا نتصرف. وليش انا بالذات شيخنا؟ ايه علينا؟ لك كحروق خلصتها بقى ليك؟ لك وانت شو دخلها؟ اما لك كحروق رو؟ هلا قلبتوا كلكم مثل خالتي مرتبي؟ ايه؟ شو عليك؟ شو هذا؟
نرجع نقول له هذا اللي صار يا سيدي. ليش هذا صباح فندي حاطط نقره من نقري ما بعرف. وش كان مختار الحارة يلي بحل محل الزعيم اللي طلع؟ ايه مو مشكلة وبيمون على الرقبة شنو بمقام الزعيم، بس هو لا له عضو من العضوات ولا بيمون. ايشو علي ما رح مرق له يا بنوب. ريانة يا بندورة. مرحبا بمرزوق. أهلين أهلين حبيبي نور عيوني. أهلين لك. وين مشكلة إذا صرت من عضوات الحارة؟ مزبوط صلي فترة عايش بلبنان، بس أنت بتعرف كل أهل الحارة بيعرفوا أنه أنا ابن هي الحارة، وصباح أفندي ما صلوا بالقصر غير مبارح العصر. روق أبو لمعي، روق روق. شو عليه؟ بيفتل هالدولاب بصير عضو من العضوات ماشي الحال. إيه بيفتل، ولا بد ما يوم تحقق اللي بدك ياه حبيبي. خاطره. مع السلامه. ريانة يا بندوره، ريانة يا بندوره. يا اهلا يا اهلا بالنقيب حسان وصحبه الكرام. اهلا اهلا اهلا. سلامات. تفضلوا شرفوا تفضلوا. يزيدك شرف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بالحقيقه من رجعتي من مصر انا والسيد محمد عرفنا بموضوع اختطاف عمي. بكل اسف واجينا لهون حتى نفهم بعض الامور من سائق القطار. عصر الحديث اللي بده يصير بيناتنا هلا يوصلنا لاي طرف من اطراف الحقيقه، وبتكون مشكور سلف. ولو يا نقيب حسان، انا بتمنى. عمك ابو طالب عزيز على الجميع. هذا من ذوقك يا عوني يا فندي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ابني. يرضى عليك عيط لي لفؤاد افندي بسرعه. حاضر بسرعه. المهم عوني يا فندي، صباح افندي. مو يعني اذا كنت جارك تستوطي حيطي. اسمع منيح، كل الحاره بتعرف انه انا ابن هي الحاره ابا عن جد. مزبوط كنت عايش بلبنان. ابو لمعي يرضى عليك، ما بنعجب نفسي بالقصه هي. انت اذا كنت عن جد ابن الحاره فانا اعتبارا من اليوم انا ابن الحاره. فتح عينك منيح. ليش؟ لانه الناس مقامات وهي لازم تفهمها منيح. ايوه. مقامات شو حبيبي؟ كلياتنا ولاد تسعة، ما حدا أحسن من حدا. بعدين حاجة تتحش لي حالك بين العضوات، يعني سعرنا بسعرك. فالج لا تعالج، لا تتعب. أبو لمعي يرضى لي عليك، أنا مالي فاضي لك، يلا روح. يا زينو، زينو. حاضر. تعال عندي شوي. مري، مري صباح أفندي. يرضى عليك، جيب لي كاسة جاي عجمية وعلى كيفك وذوقك. مو على طرتنا فوخي بتأمر. ايه تعال لك تعال. هي سمعتها جيت مثل البرق، بس نادي لك تنطريش ما انا بورجيك. أبو لمعي زينو بيسمع للشندي، انت فرد لي كيسك بيسمعك على الحارك لكان. هذا الحكي لي سمعني يا زينو. لا بلا. أبو لمعي اتركني بدي روح اعمل شاي. روح. الله لا يوفق. أم مرزوق. أمر صباح أفندي أمر. يرضى عليك لا تنسى تبعت لي الخضرة اليوم على البيت. ليش؟ لأني عامل عزيمة كتير كبيرة، جايين ضيوف من أكابر الشهر. لكان اعتبر طلبك صار على راسي. يكسروا راسك أنت التاني. يلعن الساعة اللي ناسبناك فيها يا طبل. شو من أكابرية الشهر؟ تفضل. سيادة المقدم يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كيف طمني عنك؟ يا النقيب حسان. تحياتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك يا رب. بعرفك صديقي محمد. تحياتي. أهلا وسهلا. أهلين سيد محمد. شرفوا شرفوا تفضلوا. زيدك شرف. شكرا. بالحقيقة سيادة المقدم أنا جاي لعندك بموضوع سبق وحكيته مع مدير محطة الحجاز، وهلا جاي أعيده على حضرتك. تفضل يا النقيب حسان. أنت بتعرف يا سيادة المقدم
انه هي البلد من وقت ما استقلت لهي اللحظه ما عرفت الاستقرار. شو بتقصد يا نقيب حسان؟ اللي بقصده يا سياده المقدم انه كان لازم تبعتوا حمايه ابني مع موكب الحج، ولا انا غلطان؟ بهي معك حق. لو بعتوا هي الحمايه اكيد ما كان صار اللي صار. انا بدوري رح انقل هي الملاحظه للسيد المحافظ للعمل فيها بالسنوات القادمه ان شاء الله يا نقيب حسان. اللي بدي اقوله يا سياده المقدم، تفضل. كيف فينا نعرف مين ورا هالعمله؟ بصراحه نحن عملنا يلي علينا بالتنسيق مع قائد شرطه القدس الشريف، هو كمان بصراحه ما قصر يا نقيب حسان. بس نحن بيهمنا النتائج. لهلا الموضوع غامض. من بعد اذنك بدي اطلب منك طلب. فيك ترجع تتواصل مع قائد شرطه القدس الشريف وتخليه يرجع يتحرر الموضوع من جديد. اي طبعا طبعا، هي شغله سهله يا نقيب حسان، الرجل كثير متعاون، واذا اضطر الامر يعني انا بذات نفسي مستعد روح على القدس الشريف وتابع التحقيقات. طالما عم تقول انه في تنسيق بيناتكم ما في داعي تروح لهنيك. بالحقيقه انا لو ما كانت اجازتي قصيره ومضطر ارجع لمصر كنت رحت على القدس الشريف تحققت بنفسي. لا ما في داعي يا نقيب حسان، انت ارجع على مصر ونحن هون رح نتابع التحقيقات. طبعا سياده المقدم ما في داعي ذكرك انه عمي ابو طالب شخصيه ما لها عاديه ابدا. اكيد سياده المقدم، صدقني انه ما بيستاهل اي شيء من اللي عم يصير معه. هذا الشيء كلياتنا بنعرفه يا سيد محمد، ولعلمك وعلم النقيب حسان السيد المحافظ كان متابع التحقيقات بذات نفسه. مريم انا رحيف عمخي، والله العظيم رحيف عمخي. مين اللي بده يخطف ابوك بهالشكل هيك وليش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا برايي بدل هالحكي اللي ما له طعمه لازم نهدى ونصلي على النبي ونقعد نفكر مين ورا هالقصه. اي معك، لانه متى ما نعرف مين ورا هالقصه ممكن نعرف وين مكان ابوكي. يلا ميمي شو وين القهوه؟ يلا يا عمو. مين قال له نفسي اشرب قهوه؟ لهلا ما طمنتوني يا جماعه، في خبر عن الزعيم ابو طالب ولا لا؟ مع الاسف يا ابو يحيى ما في اي خبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ابو حميد انت قريب من عمي وامام ابني، فبدي اياك تكون شديد وجاهز لاي احتمال. لا تحكي عمي، قلبك قوي بإذن الله. السيد محمد بيعجبك نقيب حسان، عقله كبير وراجح. بس هذا الحكي اللي بدنا نحكيه هلا بده يضل بيناتنا. اكيد انا عم اقول كتحليل بس انه وارد يكونوا الخاطفين رايحين على القدس الشريف بس مشان التمويه. يا لطيف، يعني ممكن يكونوا خطفوه بالقدس الشريف وجابوه لهون عالشام. كمل. يعني بالمشرمحي ممكن يكونوا طاعنينه وقاتلينه لا سمح الله. يا لطيف، وليش لحتى يقتلوه؟ قلت لك لازم يكون قلبك قوي وجاهز لاي احتمال. طيب انت ليش عم تحط هذا الاحتمال بالذات؟ لانه اللي سمعناه من مدير محطه الحجاز ومن سائق القطار، ايه، وحتى اللي سمعناه من قائد شرطه دمشق، كل هدول المعلومات بتاكد انه الخاطفين قاموا بخطه محترفه جدا. يا لطيف، والمغزى؟ المغزى يا ابو حميد انه عمليه الاختطاف هي ابدا ما لها ضربه صحاب. طيب هن ليش خطفوه؟ شو السبب؟ هلا شو المصلحه ما بعرف، بس وارد يكون مشان المال، مشان السلطة والجاه. انتوا أدرى بمطامع الناس بعمي أبو طالب. حسبنا الله ونعم الوكيل من القصة العجيبة الغريبة. كرامي سيدي. من عيوني. حاضر، بأمرك سيدي، بتمر. احترامي. خير يا أبني. سيدي في شخص من طرف لمعات خانه عم يطلب يقابلها. الله لا يوفقك، الله يخرب بيتك وتاركه يستنى لحاله. يا سيدي قلت لحالي بجيب سلك بالاول، لانه معلومك ممنوع زياره الرجال لسجن النسوان. ولك يا بني ادم،
هذا القانون ما بيتطبق لا على لمعات خانم ولا على ضيوف لمعات خانم، فهمت؟ هلا بتروح بتأهل وبتسهل فيه وبتجيبه لعندي. هوا لك يلا لك يا عالم يا أمم، شو هاللمعات خانم؟ لك شو هالحلاوة هي؟ آخ لو كل المساجين بيجوا لعندي لهون مثل لمعات خانم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفت شرفت. زيدك شرف معلم. مانا هودية عليك سؤال، شو بتكن لها الخانو؟ لا تسأل. أيوة تحت أمرك أنا. تفضل 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 يا حبيبتي يا سنة، لوقتها ما رح اختلف على اسم المولود أو المولود. لك لأني بعرفك عنيد وبدك كل شي على كيفك بهالبيت. أنا؟ لا لك أنا. تفضل تفضلي. يسلمك. طيب معناتها كرمال هيك رح اقول اقتراحي، اذا اجى المولود صبي بسميه انا، واذا اجت بنت بتسميها انت. ايه موافقه. كيفك يا دريه؟ بصراحه ما رح اخبي عليكم يا دكتور، وكمان انت يا خانم. خير شو في قولي؟ ما بعرف ليش دائما خايفه ومرعوبه. انا صرت قايل لك 100 مره يا دريه انسي هالموضوع اللي بخوفك، بحال لا سمح الله صار معك اي شيء انا وسميره رح نوقف معك. انت صرتي وحده منا وفينا، وحتى إذا صار وإجا نصيبك رح نجوزك هون عنا بالبيت كمان. لا شو هالحكي؟ أنا ما بدي أتجوز أصلاً، مو معقول يعني. وليش بقى مو معقول؟ البيت كبير هي أولاً، وتانياً أنا وسميرة تعودنا عليكي. والله أنا ما فيني أقعد بلايكي ولا يوم. الله يخلي لي إياكم يا رب وما يحرمني منكم. يلا عادي وكلي معنا. لا يو قالت لك الخانم عادي وكلي معنا. يلا مو حلوة يا خانم. لا حلوة، قلت لك قعدي وكلي معنا، أنت صرتي وحدة منا وفينا. طبعا يا دريه، أنت منا وفينا، عادي. حاضر. يلا بسم الله. عليكم مساء النور. يلا يلا. بتعرف شو مجنني لك حسان؟ شو؟ إنه الزعيم أبو طالب من يوم يومه مفضل علينا. وقت اجى اليوم اللي نساعده فيه قاعدين هيك مكتفين ايدينا مو طالع بايدنا نعمل شيء. لك انا اللي مجنن المعلم طلال. طلال؟ شو بو طلال؟ لانه ساكت وما عم يعمل شيء. لا يا حسن، هي ما حبيتها منك بنوم. طلال الله يعينه، الزعيم ابو طالب ترك له وراه حمل اجبال ما بتحمله، شو طالع بايده يعمل؟ اللي شو طالع؟ قوم امشي معي. لوين؟ لعند المعلم طلال. ليه؟ بدي اقول له انه نحن معك على الحلوه والمره، وبدي اقول له انه نحن بنفدي الزعيم ابو طالب برواحنا. ايه ها؟ يسلمني ربه، هذا الحكي اللي بينسمع. شرف روح شرف. يا سيدي الحقوني الحقوني يا سيدي، بوسي ايديكم وشرف خبوني. خير شو بك؟ شو في؟ نسيب ابو طالب اللي بيشتغل بالعسكر هو وابن جيرانه واقفين على الباب. شو يعني؟ شو بون يعني؟ ما فهمت. قصدك نقيب حسان؟ ايه هو بعينه. شو فيها؟ دريه نقيب حسان صديق من روح للروح؟ اكيد بيكونوا عارفانين اني متخبي عندكم يا دكتور، وجايين كرمال ياخذوني على الحبس. شنو بيكونوا مفكرين اني كنت متامره مع اختي الله يرحمها. لك يا درية، لا النقيب حسان ولا غيره بيعرف انك موجودة عندنا هون بالبيت. عم اقول لك جاي معه ابن حارته ابن مصابر وشكله ناويين على الفاينة. لك يا درية، عم اقول لك اهدي وكني، انت مالك علاقة بالشي اللي عملته اختك، خلص اهدي بقى. ربي يجبر بخاطرك يا دكتور. خلص بقى، شيلوا الاكل خليه يفتح للجماعة. يلا حاضر. على السريع يا حسان. بسرعة بسرعة. يا ميت اهلا وسهلا. بالمهل يا دكتور عصام. امتى جات من مصر؟ والله اليوم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك يا رب. شفت ابو حميد من الاسكندريه، قام جبته معي. الحمد لله على سلامتكم. كيفك ابو حميد؟ الحمد لله. كيفك دكتور؟ الحمد لله ماشي الحال. والله فرحت كثير بزيارتكم. نحن بنفرح فيك بالاكثر. لك ما يكون نايم. لك لا شو نايم؟ يلا يلا. وعليكم. هاد انتو؟ ايه نحن عمي طلال، نحن يعني والله ما حلوة لسه قاعدين هيك وما نعرفانين وين أراضي الزعيم. مزبوط كلام بدر الدين، مو حلوة مو حلوة بنوب عمي طلال. يعني برأيك انت وياه انه انا قاعد مرتاح؟ لك انا حاسس حالي روحي لحطق لح تفقع مرارتي ورحمة الأولياء والصالحين اني رح موت. انا بس لو اعرف وينه عمي الطالب، لو اعرف وين أراضيه، إن شاء الله يكون بصابع أرض لحد روحي ودمي على كفي وروح جيبه. لا توخزوني يا رجال، أخذني الحديث
فوتوا فوتوا خلينا نكمل حديث جوا ونشوف حل هالسيرة. تفضلوا. الحمد لله على السلامة يا معاد خانو. تركينا لحالنا زكي. ايه بأمرك يا خانو. عود. صحيح الشيء اللي سمعته عن مراد أغا ولا لا؟ شو سمعتي يا خانو؟ إنه قتل ابنه اللي جايبه من خدامة كانت تشتغل عنده. مزبوط يا خانو. المهم بتجيب لي حلمي وعدلي من تحت الأرض. حلمي وعدلي مو بالحارة يا خانو. وينه؟ ما بعرف. إذا بيكونوا تحت سابع أرض بتنكش الدنيا عليهم وبتجيب لي إياهم بسرعة. فهمت؟ فهمت. والحارة شو أخبارها؟ مو رايقة بنوب يا خانو. ليش؟ فهمنا إنه جماعة خاطفين أبو طالب هو راجع من الحج وأهالي الحارة قايمين القيامة عليه. أيوة. اسمع لقلك، ما بدي مخلوق أن يخلق يعرف أني أنا موجودة بالسجن أو عايشة. التحريات ماشية على قدم ساق، بس أنا قلت لحالي بجانب التحريات نمشي على خط تاني كونك مساعد وزير الصحة. وأنا بالخدمة، والليلة رح خبر السيد الوزير بالموضوع. والله يا ريت يا دكتور، وإذا إجت الشغلة من السيد الوزير بصير الاهتمام أكبر. يا سيدي اليوم من وصلتي على الوزارة رح بلغ السيد الوزير. مشكور سلف. ولو أنا بالخدمة. كنت عم أقول لحالي دكتور عصام إذا بتبلشوا تسألوا بمشافي القدس الشريف وبعدها بمشافي سوريا كلياتها، يعني لحتى نقدر نحصر الموضوع، لحتى نتأكد إنه عمي أبو طالب مو موجود عنده. أعتبر الموضوع منتهي يا نقيب حسان. بتمنى ما تكون وصلت مع الخاطفين لدرجة القتل مثل ما عم تخمن. ونحن ما بنتمنى هالشيء، بس كلام السيد حسان محله. إن شاء الله بيصير خير. أنا بالإذن منكم. إذنك معك. هلا نحن مو عم نفاول على عمي أبو طالب؟ لا لا، قصة معنا هيك أبدا. لكن كيف جايين لعند الدكتور عصام؟ عم نطلب منه إنه يسأل عنه بمشافي القدس الشريف وبمشافي سوريا. مشان نقدر نحصر القصة، يعني في حال تأكدنا إنه عمي أبو طالب ماله موجود بالمشافي، بنصير نشتغل على خط تاني. أبو حميد، أنت لازم تثق فيني أكثر من هيك، لا تنسى إنه هذا عمي أبو مرتي ولو. ما أعرف هالحكي. بس ما بعرف ليه قلبي نازني. ما في داعي ينزل قلبك، ان شاء الله الامور رح تصير بخير كثير. على بركه الله. تفضل ابن عمي، اهلا وسهلا. تفضل يا الله يا الله. السلام عليكم يا جماعه. ايه تقبرني. وعليكم السلام. طمني ميمي، شو صار معكم؟ لوين وصلتوا؟ ان شاء الله خير مرت عمي، ان شاء الله خير. حكي لي، الله يرضى عليك، قدرتوا توصلوا لشيء؟ والله يا امي، حسان ومحمد وكل اهالي الحاره مو مقصرين بنو. ميمي حبيبتي، انا بعرف هذا الشيء. تقبرني، أنا قصدي قدرتوا توصلوا لطرف الخيط اللي رح يوصلنا لما كان عمك أبو طالب؟ اي ما بعرف شو بدي لك يا مرت عمي، بس بركي قبل رجعتي على مصر تظهر الحقيقة ونقدر نلاقي عمي. يو، ليش أنت كمان راجع على مصر؟ يبدو أنه ما قتلك مريم، والحقيقة أني أنا جاي إجازة أطمن عليكم وأشوفكم. عم طلعت بوشي هي القصة، وفي دورة تدريبية ما بدي أغيب عليها، يعني غصب عني الموضوع. بسيطة تقبرني، بسيطة. شرف ميمي، شرف على الصدر. زيدك شرف. ما توقف مصر، نسينا نقول لك تفضل. الله يسامحك يا صالحة، أكيد ما في بيناتنا. ميمي روح اعملوا لصهركم العشاء. إيه منعين؟ لا تعي صالحة، مالي جوع. يسلم. لا تقبرني، ما بصير تطلع من عندنا بدون عشاء. صدقيني ما في نفس والله. طيب ميمي اعملوا له فنجان قهوة. إيه تفضل. شو بقول مرت عمي؟ تفضل تقبرني. عمي أبو طالب قبل ما يسافر على الحج مشكل مع حدا هيك أو هيك، التجار اللي بيتعامل معه على حد علمي. ابدا ابدا. شكت روحي ويا ما ندهل القلب،
شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحه سلم احباب القلب لا لا ولا لا يا بلا ذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول علي الصار روح يا ريحان سلم أحبابي.